أمينة، ومساء الخير لكل مشاهدينا. إذا أمطار عادية ودرجات حرارة قياسية راح نسجلها إن شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية للوطن وكذلك الولايات الجنوبية. وكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية إذا تنبيه من الدرجة الأولى حسب خريطة اليقظة يخص كل من إن شاء الله تلمسان، البيض النعامة، بشار، كذلك برج بوعريج، المسيلة، تيارت، وحتى فيما يخص ان شاء الله المسيله. اذا الامطار ستتراوح ان شاء الله بين 20 الى 25 ملم محليا، ستكون باذن الله بدايه من ظهيره اليوم وتستمر الى غايه 9 من ليله اليوم ان شاء الله. اذا امطار رعديه مرتقبه تقريبا على اغلب المناطق الداخليه وكذلك إن شاء الله الجنوب الغربي. وكما نلاحظوا دائما نبقاو نسجلوا خلال الأيام القليلة المقبلة. على العموم الطقس خلال الظهيرة سيكون مشمس ومستقر، لكن بداية من أواخر الظهيرة تقريبا على أغلب المناطق الداخلية للهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل خلايا رعدية منعزلة، ستكون مصحوبة دائما بتساقط بعض الأمطار المتفرقة كما قلت تقريبا على مجمل المناطق الداخلية وكذلك على الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتسيري. إذا الآن سجلوا درجات حرارة قياسية فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن، الساحلية منها وكذلك الداخلية. وكما نلاحظوا حسب النماذج الرقمية فالكتلة الهوائية الحارة تبقى تخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية. إن شاء الله راح تتعدى 39 درجة تحت الظل فيما يخص كل من الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، أيضا البويرة والمدية، وهران، عين تيمشن، تومس، تغانم. إن شاء الله ستقارب بإذن الله حوالي 39 درجة كذلك خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن على العموم نقدر أن نقول أنه سيكون في أسبوع حار بامتياز على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية. إذا فيما يخص مشاهدينا كل من عنابة، جيجل، سكيدة، بجاية، حتى على قسنطينة، سطيف، أم البواقي، برج بوعريج، قالمة، الطارف والسوق هراس ستصل درجات الحرارة القصوى إلى حوالي 40 درجة خلال يومي الأربعاء أو يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله، مع دائما طقس مشمس ومستقر فيما يخص أغلب السواحل الوطنية والأمطار الرعدية مع درجات حرارة مرتفعة راح نسجلها إن شاء الله على أغلب المناطق داخل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. فيما يخص مشاهدينا الولايات الجنوبية كما نلاحظوا إذا كتلة هوائية حارة نوعا ما ستخص تقريبا أغلب الولايات الجنوبية في حدود 45 درجة كأعلى مقياس على كل من إن صالح، أدرار، تيمياوين، رجان، تيندوف، كذلك على برج باجي مختار وإنجزام، إليزي، جانيت، وإناميناس تصل درجات الحرارة القصوى إلى حوالي 42 درجة، كذلك على بشار، غردايا، زلفانة، المنيعة، الوادي وورقلة، مع حركة رياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة على الولايات الجنوبية مرفوقة دائما بتطاير بعض الزوابع الرملية. في نفس الوقت نسجل تساقط بعض الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتسلي وكذلك فيما يخص الجنوب الغربي. إذا أجواء ثقيلة فيما يخص الولايات الجنوبية بما أنه راح نسجل درجات حرارة ستكون جد مرتفعة، وهي نفس الأجواء تقريبا راح نسجلها على أغلب المناطق الشمالية للوطن كما قلت خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون درجات حرارة قياسية وقد تتعدى 40 درجة فيما يخص السواحل الوطنية وخاصة السواحل الوسطى والغربية بإذن الله. مشاهدينا توقعات حالة البحر ليوم الغد فسيكون إن شاء الله قليل الاضطراب بلا مضطرب على أغلب السواحل الوطنية، والرياح ستتراوح سرعتها إن شاء الله بين 40 حتى 50 كيلومتر في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو والأمواج سيتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المترين على كافة السواحل الوطنية. اتجاه الأمواج من غربي إلى شمالي غربي ويرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، يبقى دائما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على كافة السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية. إذا المشاهدين تستمر بعض الأمطار الرعدية في التساقط على المناطق الداخلية للوطن مع تسجيل درجات حرارة ستكون قياسية خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أمينة لاستكمال بقية الأخبار. شكرا جزيلا لك هنا خطري على كل التفاصيل.